على التجنب مادة القاعدة الرابعة آمن وحدتنا وباعد نهضتنا. إن قدامكم الأوفياء بهذه الجماعة مواطنين ومنتخبين لمستعدون لبذل الغالي والنفيس في سبيل تعزيز الديمقراطية المحلية وإرساء قواعد الحكامة الرشيدة. ونؤهل جلالتكم حفظكم الله على المضي قدما للنهوض بهذه المدينة العزيزة على قلوبنا جميعا وجعلها تنعم في ظلكم بالعيش الكريم على جميع المستويات. أبقاكم الله يا مولاي ذكرا لهذا الجلد الهام وأدام عزكم ونصركم وشد عزركم بولي عهدكم المحبوب الأمير الفتح مولاي الحسن وبسموكم صاحب سمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر الأسرة الملكية الشريفة. إنه على ما يشاء قدير وبالاستجابة جدير والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. حرر بالدار البيضاء في 13 صفر 1443 الموافق ل 20 سبتمبر 2011.